السلام عليكم. فأقدر سأتحدث عن الكونسترين. من أهم الاثنين الكونسترين ممكن نعمل بيهم الإليفيتور إفكت. أول شيء هنضيف بلين، بعد كده هضيف كيوب. هستخدم الكيوب ده وأضيف من هنا كونسترين، أوبجكت كونسترين هنسميه، وليكن هنضيف الكونسترين اللي هو فلور من الريليشن شيب. التارجت طبعا هو البلين اللي هو الفلور. هلاحظ أنا لو ضغطت حركت الكيوب فلاحظوا اسناب للفلور. يعني انا لو ممكن اعمل انيميشن من النقطة ديت. خلينا استخدم التايم لاين الاند وليكن 120. فمن هنا انزرت لوكيشن، وهنا طبعا الفاينل لوكيشن. ده كده ببساطة بتحرك ستريت لاين على هذا الخط. طيب مبدئيا انا هضيف هنا، هيكون ده الاوريجين عندنا. خلينا نشوف الحركة تاني، الحركة اتغيرت طبعا، ممتاز جدا. ده كده هيكون في لوكيشن روتيشن، وده كده طبعا هيكون لوكيشن روتيشن. خلينا نشوف الحركة تاني، اللوكيشن كلير مرة أخرى، انزرت لوكيشن روتيشن، انزرت لوكيشن روتيشن، بلاي. ده كتأثير النهاية عندنا. طبعا مش لازم الكيوب يتحرك، فانا ممكن استخدم الكيوب ده ويكون طبعا ما ينفعش يتعدى حدود الفلور، لان الكونسترين ده اخره الفلور ما ينفعش يعدي، لكن ممكن يتحرك لاعلى. طيب انا هحرك كده الكيوب ده كده، هشيل كل الكونسترين او كل الكي فريم. خلينا نشوف تاني الحركة elevator effect. ده كده كان اول تأثير عندنا. هحذف كل ال element، هضيف هنا كيوب. ببساطة شديدة لو ال pivot point هي 3D cursor وانا بحرك الكيوب ده حول الكورسر، فهضيف هنا وليكن اول كي فريم، تاني كي فريم عندنا، هكذا. طيب يبقى اذا الحركة اللي عندي المقصودة انا عايزها يتحرك بهذا الشكل، على الكيرف ده يتحرك بهذا الشكل. طيب هل ده اللي يحصل بالفعل؟ طبعا لا، مش هيحصل كده، هيتحرك هكذا. يبقى بدل ما يتحرك ستريت، بدل ما يتحرك على القرش المنحنى يتحرك ستريت. خلينا نشوف تاني. طيب انا ممكن احصل على نفس النتيجة عن طريق كونسترين. اولا انا هضيف عند الكورسر ده، هضيف لازم يكون في اوبجكت عند اي اوبجكت وليكن ام بي تي. هاجي كده في اول كي فريم، هضيف بيفت وهستخدم الام بي تي هو التارجت. على اساس الاكسات فهيكون الحركة، لكن انا عايز الكيوب المفترض انه يتحرك في جميع الاكسات. هاجي هنا واضغط بلاي، زي ما شايفين اتحرك بهذا الشكل. لو زد فقط او واي او اكس. خلينا نشوف تاني، انا لو حذفت كل الكي فريم، ده كده الكيوب، انزرت لوكيشن روتيشن، هاجي عند المية ار زد وهكذا. اللي احنا ملاحظينه ان لازم هتكون دي الحركة المتوقعة. اتمنى يكون هذا الرصيد، والى اللقاء في عدة دروس قادمة.